أولاً تحية طيبة لجميع المتتبعين. نحن بين الطريق الفاصلة بين مدينة وجدة وفي الاتجاه إلى مدينة بركان إلى ديربي النهضة. كما كتشوفوا أمطار غزيرة في هذه اللحظات، أمطار غزيرة في هذه اللحظات. كده الجو في مدينتكم، واش عندكم تاتوما الشتاء؟ واش كتشوفوا معنا الإنسان يحضر راسو في هذه الأجواء. كما كتشوفوا أمطار الخير خير. كنظن انه غادي تكون اليوم او البارح بدا موسم الحرج، الامطار غادي تكون فيها خير على الناس اللي السيار الطريق اللي سهلات مجموعة ديال الأمور صراحة. الطريق من هنا حتى الناظور هاكا زوينة، كذلك مجدة السعيدية من المنطقة الشرقية. أجواء جميلة جدا. سبحان الله كل جهة فيها الشتاء جهة ما فيهاش، أجواء غريبة. ملي تدخلوا مدينة بنيدرات كتبان لي فيها الشمس. إذا حنا في المدخل ديال مدينة بنيدرار، بنيدرار معروفة بالشواء. نتمنى أنو تبارطاجيو معنا المباشر الاستمتاع هنا في الطريق الرابطة بين ندخلوا بنيدرار. عاوتاني الشتاء هي رجعت هنا في الجهة، سبحان الله جهة فيها الشتاء وجهة ما فيهاش. هذا الجو هذا ديال الشمس كما كتشوفوا مع الغيام، كي كنا صغار كنا كنعيطوا له في وجدة ناس الديب. كضحك على شي مانيش انا عرس الديب، ولكن يقول لك اللي المثل الشائع اللي كيجي العرس ديالو في هذا الجو هذا كان كياكل من الكوكوت، كاش ياكل في التبصيل. كما كتشوفوا هاد الأجواء إذا حنا في مدينة بنيدرار.
إذا نتمنى تبارطاجيو معنا هذا المباشر، استمتعوا بهذه الأجواء كما كتشوفوا. هذه مدينة بليدرار كما كتشوفوا معايا الشوا. أوا شوية زجاج شوفوا معنا. ريستورون الشوا معروفة هذه المنطقة، الشوا القصة خوتي القص. إذا هذه المدينة كانت معروفة بالمواد المهربة على وقتها، اللي بالحضاء ديال غبره ديال الجزائر، بزاف تاع المنتجات اللي كتدخل كيدخلوا من الخضره والديسير وداكشي، وما كيدخل داكشي تاع البلاستيك والاواني ومجموعه تاع الامور اللي عندهم تما رخيصه. ولكن اليوم بنيدرار رجعت معروفه غير بالشو، بالشوايه ديال اللحم. هادي شحال كانوا الناس كيجيو من كازا، من الرباط، من سلا، كيجيو اما لسوق الفلاح ولا بنيدرار. بنيدرار كانت معروفة بالمنتجات ديال المهربة من الجزائر، مواد غذائية وداكشي رخيص عندهم. وكذلك كاين حتى منتجات ديال مليليا هاد المعنى هذا. إذا تحية طيبة، قربناكم الأجواء من هنايا بطبيعة الحال.